والديها يتحملوا مسؤوليتها. ما زلنا مواصلين معاكم حتىش النص النهار باش نرجعوا نحكيوا مع ميما اليوم على المسرح، على علي بن عياد، على تاريخ ياسر ياسر احلو. نرجعوا لكم اش باش تقول لميما. ميما عايدة اهلا وسهلا. الخير يا عجيجة، نهارك اسعد الايام. يعيشك. أنا قلت لك حاجة ما تحبهاش يا أخي مسجد. بالكل ما نحبهاش المسرح. حاجة ما تحبهاش أنت تحبه. نقولوا لك المسرح تقول لي بعدني عليه، راني ما نحبوش. العكس تماما هاو كمان. أي. الناس أي. اللي تسمع باش تفهم. أي. حسيلو. أي. بكري كان المسرح حاجة أخرى. وأنا نعشق المسرح برشا أكثر من السينما. كل واحد دول الهواية متاعو. أي أي. ياسر نعشق. كان بكري باش نمشيو للمسرح. أي. كيفاش نمشيو للمسرح بكري؟ كنا فما تمثيلية باش تجينا يا في المسرح البلدي، يا في قصر الجمعيات، يا في الروسيني، يا في دار الثقافة، وبعديش ولات متاع نهج باريس. نحضروا رواحنا فما مسرحية، كانوا يتحطوا المناشير قدام المسرح. أي. يحطوا عليهم فما الرواية الفلانية باش تصير كذا وكذا. هذي كانوا بدون نحضروا في رواحنا. أيوة. نحضروا رواحنا كانوا إنسان ماشي العرس متاع عبد عزيز علي. عبد عزيز علي متاعو حضروا. نبدأوا ونكلموا بعضنا. انت ماشي شو باش تلبس؟ نمشوا مع بعضنا. وانت شو باش تلبس؟ أيوة. وانت هكا انت خذ هذه متاعي، انا ناخذ هذه متاعك. نتلموا مع بعضنا، نمشيوا اللي عنده طوموبيل. اي واللي ما عندوش طوموبيل يعربن على تاكسي بيبي. بكري كانت الكاتشوفو البيضاء والحمراء. الله لا والا كروسه. ونركبوا نمشيوا. ايوه. وقت نمشيوا بالتيار. مش توا يقولوا انسامبل. بكري كنا نقولوا تيار. باللي فوغيور. باللي كاب. تلقى بالطربوشه. الشابو على الراس وهابطك الفوال على الحكة. أمبيي هبط على عينين. الله الله. تلقى العبيد ماشية السباب البوينتو. كانت بكري كما توا رجعوا لهم هما كل 40 5 سنين يرجعوا الموديل وبيدور. نقول انا هذا انا ما لبسناه ما عملناه ما انا هذاك هو يرجع. يا ليتني ما عطيته ولا راني عاودت لبسته. اي هكاك والله بنتي تقول علاش عطيته هذاك؟ علاش عملته هذاك؟ خليته لي هذاك حسين. أيوة. يمشي وتبدا لابسك التيار بتاعها والعصفور محطوط هنا على جنب يرعش وحده. اي فهمتني جمال. شنو هو العصفور؟ يا عيني عصفورك اللي يبدا شكون مازال توا خلط عليه العصفور وش شخان هو يبدا كي هنا واللي لابس كل واحد شو كي ندخلوا للمسرح. اي نعطيوك بابتنا ونعطيو الشابو نتاعنا. بيان سور. اي كان في المسرح البلدي الحكايه توا مازالت. وناخذوا الرسو من عندهم. ايوا يدخلوا للمسرح. لا فما تقشير قلوب لا فما بونكارك ولا فما شنو ولا فما حتى شيء. اي خروش خروش. لا خروش خروش. لا قلقني. لا بعد هكا لا بعد هكا. ايوا تقول المسرح خير من الفرح. اي كان وقتها بن عياد وقت عمل دراجولا. اي بن عياد عمل وقتها يرمى 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 ومعها وقتها الماريشال الاثنين مع بعضهم هذوما. ايوه تعملوا. اي فهمتني. وكان من تالي فما اتيليي للخياطه. اي فهمتني. كل مسرحيه يخيطوا لها شنو اللي لازمها. كانت معناها الكوستيم الكوستيم وفيها كبير برشا. والكوستيم فيها واحد طليان اسمه فيرسو. ايوا هذاك اللي ولاهي بالكوستيم. فوالا هذاك لو كونسيبتور معناه هو اللي لاهي بالكوستيم والخياطه والكل. وخدمنا فيه خدمت فيه. اسمعي خدمت فيه في ايرما والماريشال. ايوا اي اي فهمتني. أي. خدمنا فيه ومعانا منيره الصغيره. اي كانت ممكن تسمع بها هذه كانت راقصه. اي ولكن بعدهاش كبرت ما عادش تنجم. حطوها في فرقة البلدية تخدم. ما خلوهاش ضايعة. عملوا لها خدمة وتخدم في الخياطة في فرقة البلدية. أيوة. وكانت منى منير منى نور الدين معاهم في هذايا. فهمتني هذي. وبعدهاش
شكون في 49 فما تمثيلية صارت تاع هارون الرشيد 149 هارون الرشيد فهمتني خدم فيها منيرة صغيرة وبيا تونسية وبشير مرابط فهمتني وليلى المحمد ومختار بن حسين هذو ما خدموا فيها وشكون كان المتاحهم عم صالح المهدي مش صالح المهدي زرياب لا عم صالح المهدي في التمثيل أيوة هذيك في 49 عاودوها عام 62 أي فهمتني فيها هذوما اللي يخدموا عاودوها خذيت سكسي كبير فيها محمد الحداد هو اللي عمل هارون الرشيد أي فهمتني أي. ومختار وبشير محمد الحداد شيكون من بابا اي الله يرحمني ومنيرة صغيرة عملت زبيدة اي فهمتني أي. خذيت عاودوها عام 62 وخذيت شهرة كبيرة 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 مسمينها هارون الرشيد ومسمينها جعفر البر وفيها جعفر البربكي وفيها زعتوت الحشيشي اللي هو مثلا هذا زعتوت هو ولا في عوز هارون الرشيد حطوا هارون الرشيد باش يسمع شنو ما اللي قالوا ولا هو واحد من وكانت المسرحيات هذية معناها العبيد تمشي وتتفرج وتستمتع مش كلي ليه نمشي باش نتفرج حاجة تضحكني ولا لا لا تمشي تستمتع تشوف تصويرة مزيانة وتشوف ممثلين فالا بعديش جاتنا فترة فيها سي عبد العزيز العروي وعمل الضحكة جمل ضحك ضحكة فيها البش الله يرحمه فيها حشيشة لا مش حشيشة فيها البش فيها محمد الهادي فيها جميلة العرابي فيها فاطمة البحري وفيها أحسن الخلصي ومدام دليلة فهمتني هذه هذوما فرقة الإذاعة لا هذه الفرقة وحدها هذه نتاع عبد العزيز العروي ما نعرفش شنو اسمها هي عمل الفرقة هذه فهمتي دليلة رشدي اسمها ايوه عملوا هذه المسرحية هذه وخدموا فيها ما خدموا وخذيت سكسي وفيها في وسط الواحد فيها عرس في وسط العرض اخلع فما عرس نكونوا قاعدين احنا في اللوج من هنا نخرجوا بشويه قريب نعرفوه قريب يجي تعرفوا ايه نمشيو باش نصدروا زعما احنا حضاره في العرس زعما حضاره في العرس مشاركين معناه فيغوراسيون مشاركين في العرض احنا حضاره في العرس كنا في اللوج ناخذ الدوره نجيو منتين نخرجوا حضاره في العرس مادامنا احنا مشينا لابسين حضر باش فهمتني بعديش التمثيليات اللي صارت والشيء اللي صار حاجه اخرى نتاعنا والجو بيد وجو الفرجة كان حاجة أخرى معني أنت قبيلة تحكي لي قديش كان فما بالحق قدر وقيمة قيمة للمسرح عبد يمشي لبس بالقدي ويمشي متهمم نعملوا لها قيمة كأننا ماشيين العرس بعد جات تقلع المبر فرقة مدينة تونس فرقة مدينة تونس عملوا سيري كاملة سيري كاملة وقتها محلاها سيري كاملة كلها عبد العزيز المحرزي فلا الكلهم هذوكم الكلهم ونرجس عطية هذوما الكل ما انت الكلهم كانت تمثيليات عزيزة ابو لابيار بحلاها وهي الكنة بحلاها التو حلوة نرجس عطية ابو لابيار التو ما في تمثيليتها مع اسمه محليها في محليها كلهم محليهم هما فرقة مدينة تونس الحقيقة كان تعاملهم راقية برشا في فرقة صابون ياسر حلوة فهمتي مع تومي مع تومي معز التومي معناتها كنا السهريات نتاعنا نتاع المسارح حاجة ومرة في قديش المشي نمشي تعرف وقتها يكثر في الشتاء وفي الخريف والشتاء يكثر أكثر من الصيف في الصيف أقل وعلى خاطر ليزيسباس يحتمل نمشي تمثيلية مثلا نتاع الماريشال عاودنا لها اربع خمسة مرات نعاودوا لها على ما يضحك نقولوا لا هذيك ما فهمناهاش لازمنا نعاودوا لازمنا هذيك ما فهمناهاش لازمنا نعاودوا قداش كانت الدخل المسرح؟ بدينار 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 وقتي كانت في اخر الخمسينات بدينار كانت الدخلة معناتها حاجة أخرى بالتمثيل فهمتني مسرح كان عنده قيمة توا تمشي له باللي تدخل
حتى هي. كنت متعدي في يدك كسكروت دخلت للمسرح. ليه انا في عروض فما شكون بدا قاعد في الصف الاولاني ويحل كسكروت انت تبدا تمثل فوالا كسكروت وخلاف القلوب تك 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 كليني اعصابك تتوتر وخلاف تخشخيش نتاع البوب كورن وبخلاف البشكوت وخشها والكيخت يبدا واعصابك تبدا تتوتر. فما التصفيق كان وقت يشوف وقتها نصفقوا كل ما يوفى مشهد ولا حاجه وقتها نصفقوا وقتها نعملوا ضحك بالسياسه كل شيء باش نفهموها باش اللي ورانا يفهم واللي الاخر الاخر يفهم واللي في الفوق في البلكون يسمع معناتها كانت فما تقاليد الفرجه موجوده كانت عنده قيمة وشو كل حاجة عندها مكانها كانت أي. كل حاجة عندها وكانت فما هوك تلقى مخلطة شنيني تلقاها مخلطة تلقى كيف كافي شانتا ذيك تو بعدش نهار نعملوا الحلفوين و والكافي شانتا والكل نعملوا شيحنا بربي شيحنا ربي خلينا فيها الحلفاوين وبالجويقة اي يوسف دايخ انت كل مرة تجي وليدي لا نقعد نسمع ولا التوقيت هذا تجي تجري تجي بالذنب فهمتني حاجة خارقة للعادة قلت لك حاجة ما تحبهاش ودي حاجة بالكل قريب موجودة في روحك يفضلك ويخليك وان شاء الله تقعد لنا هكا الذاكرة المزيانة للحاجات المزيانة ان شاء الله نتقابلوا غدوة بقدرة ربي ونكملوا حكايتنا على السبكتاكل انا بحذية ابني حبيبي اهلا جي من قبيله وهو قاعد ويسمع من قبيله والنبر تصنت من قبيله اي اما مع ميمة تسكت جمله ليه مع ميمة ليه لازم تسمع وتدوخ وتسمع وتقول ما لا يبوك انت تعيش فيها شفت كيف به يوسف دونك انت باش تعطينا اخبار النجوم بالطبيعه يلا مرحبا بكم في فقره اخبار النجوم من الناس السوق ونشوفوا طرف فلوس باش نجم نخلصك اعطيني شويه بيبعش خلود مبروك.